حبيب مثل الديب ما بيشرب الا الحليب. واديتهم كمان يا ابو حميد موت عشراتي خلصتتن. ها شو هالحكي؟ والله ما ضل غير السيجاره وبعدين ولا قبلين. هات مصاري لنبعت مرعي يجيب لنا كم سيجاره. مصاري يعني كم من حاسب الدور؟ يعني اعطيه 10 15 برغوت. يا لطيف يا لطيف 10 15 برغوت. لك ابو حميد هات التوتون غالي غالي مو حي. الله تتون نحن في دتتهم كلياتو لعيونكم بلغيت الأرض كلها بخمس بلغيت عشر بلغيت. لك هات حاجة تعد دبانة بعدن على الطريق. لك يا حريق عريشك شو نافة لا تنسى تشلينا معك رطل هريسة. أبو حميد خد وجيب هات لك شي رطلين زبيب. أبو حميد خد وجيب وهات لك شي رطلين زبيب. لا عمي لا كلياتنا لازم نرجع مع بعض عالشام. عمي بوس ايدك. الله يرضى عليك يا بنتي. عدل عمي اتركي لي هذا الموضوع فكر فيه شوي شوي وان شاء الله بصير خير. لوين رايح يا عمي؟ على قطي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يعينها ويصبرها، والله مصيبتها مو قليلة. اي والله. شو اختي؟ ان شاء الله بيتي استخارة وفكرتي؟ لا ما فكرت. يعني ما بدك تتجوزي؟ لا. مو على كيفي. بدك تتجوزي ورجلك فوق رقبتك. اخي روح جيب السكين واذبحني بس جواز ما بدي اتجوز. رويدا ذبح ما حاذبحك وبدك تتجوزي ان قلتي ايه وان قلتي لا. ما بدي اتجوز. ايه شو عليك؟ معناها راح بتعيشي هون ببيت اهلك ذليله، الصبح بتفطري قتله والمساء بتتعشي قتله، مشان تعرفي ان الله حق. معلش اخي معلش، اذا كان هذا الثمن انا موافقه. يعني مو فارقه معك؟ لا. وحده! والله لا اذبحني! والله لا اذبحني! والله انا موت! انا بوزيك! والله انا بوزيك! لا تقربي علي. عليا روحي جيبي لي 200 وطاح من صندوقي. شو بدك بال 200 هلا؟ بدي البسه بدي البسه وانا عم موت. روحي جيبي لي اياه جيبي لي اياه. والله طق قلبي وكتر ما عديت. لك ناصي ناصي وين راحوا يا ربي دقيقة. خير ابو حميد ليش عم تبكي؟ لك انخرب بيتي انخرب بيتي يا كرمه. لا لا خرب بيتها. انسرقت يا كرمه انسرقت. يا باطل انسرقت وانت ببيتي؟ لك هي كبيره ابو حميد هات له شوف شو انسرق لها. انسرق لي بلغيت كثير. شو هالحكي؟ مثل ما تبعت. انت قديش كان معك مصاري قبل ما تعطي لمرعي حق التوتو؟ شو هاد حق التوتو؟ أنو توتون باباتي؟ شلون أنو توتون؟ ما أنت عطيته لمرعي براغيت مشان يروح يجيب توتون ونكمل السهرة. يا باطل على المصيبة. هلا أنا دفعت مصاري حق توتون. أنت لكن أنا أنا تسمي الهالي إن شاء الله. لا يا أبو حميد عم تدعي علينا مشان كم برغوت. مو عليكم باباتي مو عليكم على سم الهالي اللي تسلمته ولي على عبتي إن شاء الله ولي على عبتي. أبو حميد خود وجيب هدول من البراغيث تبعاتي. لك إيه أبو حميد خود وجيب أبو حميد خود وجيب.
السلام عليكم. وعليك السلام. أهلين أبو محجوب. أهلين. أهلين أبو سالم. شلونك أبو محجوب؟ الحمد لله ماشي الحال. خير؟ كأنك مالك على الحشيشة. لا ما في شيء ما في شيء. طب محجوب قلي لا يكون حدا مضايقك ببلبص لعيونه. ها لا ما في شيء يا عمي ما في شيء. شرف شرف ارتاح. ايه ابن العم، ما قلت لي شو صار مشان بنت العم؟ مين قصدك رويدا؟ ايه والله ما بعرف شو بدي لك يا ابن عمي. وشي منك اسود. خير 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 خير. ما بدها تتجوز. ما بدها تتجوز؟ ما خليت طريقه، اخذتها منه وجبتها منه عبس. ايه شو علي؟ انا اساسا ما كنت مفكر فيها. هي الوالدة حبت تعمل معها منيحة وتسترها. بعرف بعرف. لك يا عمي فضلكن على راسي من فوق. بس هي رفست النعمة شو عمي؟ ايه شو علي؟ الا ما يجي يوم توافق. شو أب سليم؟ بس ما تكون زعلت. لا ابن عمي لا ما زعلت ولا شي. ليش بدي ازعل؟ اخي هذا الجواز اسمه ونصيب. انا كل ما هنالك قلت لحالي يا ولد هي بنت عمك وانت مشغول فيها. واليوم المخلوقة ارملة. انت مالك غشيم عن حكي الناس. اخي بكل الاحوال قصتك انت ورويدة لسه ما انتهيت. لا يا سيدي انتهيت. رشدي. اي رشدي. اهلين ابو عجاج. شرف ابن عمي. شرف وتشرف. اسمع صفوان افندي، اختي ما بدها تتجوز. عم تفهم شو عم اقول لك؟ اختي ما بدها تتجوز. وش كان مره ثانيه؟ عجاج الله يستر عنطر. عرفت ليش كنت بدي اتجوزها؟ بعدين كمل واحكي لي بنتك يا رشدي. ابو سالم زلمه ابو ضاي ومعدل. ايه ايش هو؟ ايه اختك مره ارمله وبده يتجوزها ويستر عليها. بلكي الله بيكرمها وبيكرمنا يا اخي. اخي كتر خيره. تفضل على راسنا من فوق وهلا ببوس ايديه ورجليه. يعمل معروف ويبعد عنا. الله يسامحك يا ابن عمي. وانت يا اخي مش كان مره تانية بتمد ايدك على اختك رح يصير شيء ما بيرضيك. ها ويا ويلك ويا سواد ليلك. عم تهدد له؟ طولوا بالكم يا جماعه. شو بكون؟ روح ابو محجوب روح. لا ما رح سمعنا شو عم يحكي. عم يهدد لي الوطي. انا اللي عندي حكي وفهم كفايه. لا لا ابو محجوب شان الله روح. وينه لهلا؟ وينه؟ لسه ما اذى. وهذا المسلم لبس ما بياكل غيره بس. ليك اذى العمى. والله تاريكي حلوه يا ام خدوج. ماما درساني. شو قلت؟ لا قلت شو رايك تتجوزيني؟ إيه لا إيه لا يقبشني. لك يقبش. شو رايك ورجيكي على الأرنب؟ ليش في أرنب بالصندوق؟ لك لا قصدي ورجيكي على البسلم. بس شو بدك يا ستي؟ دخيلك كل شيء الا تليلي بوسه. ولك ستي شو بدك؟ بدي الكيس. انو كيس؟ هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك منين طلعت اللي انت؟ والله طيرت الليلي براسي. نالو ما بدك هالشغله. السلام عليكم. أهلين عمي. أهلين وعليكم السلام. عود عمي عود. مع أني كنت زعلان منك بس سامحتك. عود ولا بدك تحلي؟ عمي أنا لاني جاي من شان أقعد ولا من شان أحلي. أيوة خير لك. أنا جاي تعمل لي شي فنطي؟ عمي أنت عمنا الوحيد بمقام أبي الله يرحمه. رحمة الله عليه. أنتو كمان بمعزة أولادي وأكتر. خير عمي شو في؟ شان ابنك صفوان. ليش شو صفوان؟ لك عمي انت ليش بتكرهه لابن عمك؟ هذا ابن عمك من لحمك ودمك وظهره سند لك ولاخواتك. شو بلا؟ عمي والله العظيم انا ما بكرهه. انت اسمع القصه بالاول بعدين احكوا. لا حول
بحكي احكي خلصني.